نوصل لآخر فقرة بحلقتنا لليوم مشاهدينا، ويلي أنا أكيد أنه كتار منكم ناطرينا، فقرة بتشهي كتير وأنا عم شوف منظر كتير بشهي هلأ. بالأول بخليني أقول هاي لشفريت، كيفك زينة. شاف؟ كيفك أنت اليوم؟ ماشي الحال، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. هاي ليل كيفك؟ كيفك؟ نحن كتير منيح. خبرنا شو رح تحضر اليوم؟ اليوم رح نعمل باتاشو. الباتاشو يلي هي نوع من العجينة فينا نستعملها تنعمل بروفيترول، وفينا نستعملها أكيد كلكم سامعين عنا الإكلير، أكلة الإكلير. فبدنا نفرجيكم أول شيء كيف بيعملوا كريم باتيسير، يلي هي عادة الكريمة اللي بنحشي فيها الباتاشو. أوكي، هيدا أول شيء، هيك بتطلع مهضومة كتير. وبعدين كيف بنطبقها على الإكلير تا هيك نعمل شكل حلو ويطلع لنا ديسير عن جد بشهي. أوكي. سو أول شيء هون في عندي حليب. أوكي، في عندنا هون 250 جرام حليب، حطينا تقريبا ثلثين من الحليب بقلب الطنجرة، خليناهم يغلوا. بنحط لهم شوية فانيل، اكيد فينا نستعمل فاني سائل، فينا نستعمل فاني تكون كمان بودره، فينا نستعمل كمان فاني تكون فريش. اوكي، بنرجع نخفقهم مع بعضهم، بنرجع كميه السكر. هلا اخر شيء برجع بعطيكم على رواق المقادير. بنحط تقريبا ثلثين كميه السكر كمان بقلب هيدي الخلطه، بنخليها تغلي. اوكي، بهالوقت في عندي هون شويه حليب، تنقول حطينا ثلاث ارباع كميه الحليب، بنترك تقريبا ربع كميه الحليب على جنب. منضيف لألا زليل صفار بيض. أوكي، في عندي صفار ثلاث بيضات هون، أو تقريباً 55 جرام. أوكي، هون أكيد دائماً نخفق. شنو نشوف إنه عم تغلي، نحطها شوي هيك عجنب يعني تما تضلها كمان تما الحليب يحترق. في عنا لكن قلنا الصفار، في عنا كمان الكريم. نرجع منحط شوية طحين، نرجع منضيف ما تبقى من السكر. هلا نخلطهم على رواق مع بعضهم، اكيد مثل ما شفتوا برات النار. هيدي كثير مهمه على فكره، لانه اول شيء صفار البيض على حراره 67 بيشد معنا، ببطل فينا هيك نحطه ونستعمله تنعمل كريمه تكون طيبه. سو هيدا السر كمان، تيب مهم كثير، دائما مش على حماوه نشتغل مع البيض. هون بدنا ننتبه اكيد انه نخلط منيح حد ما اكيد ينتمجوا معنا كل المكونات. بس نشوف انه المكونات كلها اندمجت، نعرف انه صار عنا الخلطة جاهزة تنكمل طبخة تبعيتنا. اوكي. اوكي، بنرجع بنحط الكريم على النار، بنخليها تغلي مظبوط. هلا بس رح تغلي بنضيف هيدي الخلطة الثانية، يعني بنرجع من بس بدنا نذكر المشاهدين، في عنا البيض، في عنا لكن كمان طحين، في عنا شوية سكر، في عنا شوية حليب. أوكي. هون، اوكي؟ هون عم تغلي معنا، منضيف ما تبقى من الخلطة، يعني كأنه هيدي الخلطة الثانية بتخليها تجمد، يعني الطحين والبيض. صح صح صح، 200% الطحين والبيض أكيد هيخلوا الخلطة تجمد. هلأ في عنا هيك تيب صغير، لكل ليت حليب بدنا دائما نخلي على القليلة دقيقة غليان، يعني تنقول عنا 250 جرام حليب بنخلي تقريبا 25 ثانية، أقل شوي 15 ثانية. وبدنا نشوف هلا، ما بعرف إذا مبينة على الكاميرا هلا بقربها بعد شوي، بنشوف إنه بلشت تكمش دغري، جمدة دغري. رح شيلها شوي عن النار بس تنفرجي كمان، يمكن هيك نفرجي شوي الملمس تبعها. يعني هي هي الكريم بس بالعكس بلشت. شيف إذا بتبرمها بالعكس على الكاميرا، إيه هيك بعد أكثر. يا هيدي هي الكريم باتيسير يعني؟ صح، هيدي هي بكل بساطة. هي بس لازم أكيد دائما نحترم كم قاعدة، يعني كم قوانين، ولا أسهل من هيك. هلا أكيد إذا لقيناها إنه ما شدت كفاية فينا نرجع نحطها شوي على النار. أوكي؟ هلا ما بدنا نحطها كثير على النار، لأنه كمان بس تسقع تكمش زيادة وزيادة. أوكي؟ سو أنا هون خلص رح وقفها. أوكي؟ برجع بفاجيكم، هيدا هو الملمس اللي بدنا إياه بس نكون عم نخلص الغليان. بعدين ترجع تكمش لوحدها بس تكون عم تسقع. اوكي، رح طفي النار هون. بعدين ما بتكلف شيف، منا مكلفه ابدا ولا اهين، وعدا عن هيك ولا اهين الواحد يلاقي المكونات، يعني الفاني وين ما كان، البيض يعني موجود بمطبخنا دائما يعني. كنت عم اقول بكل بيض في بيض. بكل بيض في بيض. الحليب كمان يعني ولا اسهل من هيك. في عندي هون الايسنج تبعي او الجلاساج اللي هو الشوكولا. اوكي، حطينا شوية كريم فريش، حطينا شوية زبدة، حطينا كمان نقطة سكر. اوكي، عندي اياه هون، اكيد ما بدنا اياه يكون جامد كتير، ما بدنا اياه يكون سايل كتير، لانه رح نستعمله للإكلير. رح بس فرجي كمان على الكاميرا كيف الكونسيستنسي او الملمس اللي بدي اياه للشوكولا. اوكي، ما بدنا اياه يكون دايب اكتر من هيك، ما بدنا اياه يكون كامش اكتر من هيك،
لانه رح نغطي فيه الاكلات تبعنا. اوكي من برا يعني. سو لكن في عندنا الكريم باتيسيير، ب في عندنا الباتاشو يلي هي العجينه اللي عملتها انا تحت الهواء. الباتاشو هين كثير بتلاقوا الريسيبي وين ما كان، بيسكلي فيها بيض، فيها طحين، فيها شوية ملح وفيها خميرة. أوكي وفيها مي كمان. ولا أسهل من هيك تقريبا كل الرسيبيات نفس الشيء. هلأ برجع بعطيكم كمان كل المقادير إن كان للكريم باتيسيير إن كان للباتاشو. أوكي سو باتاشو ولا أسهل من هيك رح فرجيكم. أنا جايب هون باتاشو جاهزة. أوكي رح فرجيكم بالقرطاس كيف بيعملوا إذا بدنا نعمل إن كان. في عنا بيسكلي شغلتين فينا نعملها، في شيء اسمه البروفيترول مثل ما كنت عم بذكر، وفي شيء كمان اسمه الإكلير. لكن بروفيترول ولا أسهل من هيك، نعمل بس هيك فورم صغيرة. أوكي ما بدنا أكتر من هيك لأنه رح تنفخ معنا. رح جرب هيك بس قدر الإمكان قرب يمكن شوي الخشبة بس المشاهدين يشوفوا. أوكي ما بدنا إياها تكون أكبر من هيك. أما الإكلير دائما نعمل بطريقة هيك تكون جالسة ومش أكتر من 6 سنتيمتر. أوكي ما بدنا اياها تكون اسمك من سنتيمتر واحد وكطول 6 سنتيمتر لانه كمان بترجع تنفخ بما انه فيها خميره. صح. اوكي سو هول بنحطهم بالفرن درجه حراره 220 لمده ربع ساعه. اكيد كل فرن يعني بيختلف عن فرن ثاني، كرمال هيك دائما ننتبه نرجع كمان نقلب شوي صينيه بنص الاستواء. اما هلا في عندنا الكريم باتيسيير اللي عملناها، على فكره فيكم تشوفوا هلا قد شدت ماشي تشد مزبوط. نحطها بالبراد شي لتسقع او هي لحالها بتسقع؟ لا فينا نحطها بالبراد، بس هلا اكيد اذا البراد تبعنا مش مجهز يعني اكيد دائما لازم نخليها برات البراد تتسقع. اوكي اوكي في عنا طريقتين. اوكي في عنا مدرستين تفكير، او ناخذ سكينه بنقطع الباتاشو تبعيتنا بالنص. اوكي بهالشكل هيدا الاكلات تبعنا مثلا، بنحط الحشوه بقلبها ساعتها، بنحط الحشوه بقلبها. هيدا الكريم باتيسيير بنحط قد ما بدنا. اوكي حسب اذا بنحبها هيك تكون كريموز تكون كريمي، او اذا بنحبها تكون هيك جاي على مثل ما بيقولوا على عجينه اكثر. اوكي ناخذ الاكلير مثل ما هو ونغطي شوي انجا بقلب الحشوه. اوكي نرجع نخليه على مهله بس تنشف ثانيه بس تشوف. اوكي نشف. يعني بفهم أوكي. منك شيف انه هلا انا رح اعمل لحالي هي ولا اهين من هيك. ونفس الشيء هلا الطريقه الثانيه لناخذ اكلات ثانيه نجي مندخوشه من ميله. اوكي ومنحشي هيك بهالشكل هيدا، بس هيدا ما بيفوت فيها كثير ساعتها يعني ما كثير بلا قد ما بدك بيفوت لانه بيكون نفش بالفرن. بكر ما هيك ولا اسهل من هيك. نعمل لكن بخش من ميله وحده، نجي نعمل بخش من ميله الثانيه هيك اسهل كثير ومنحط. عدا عن هيك كمان انه ما منشوف انه في هيك انه مفتوح بالنص، نرجع منحطه كمان قلب الشوكولا، نرجع اخر شيء منملسها هالشكل هيدا. اوكي منخليه ينشف هيك. هولي مثل ما انتم شايفين هولي ميني اكلير، فينا نعمل اكلير اكبر. هولي عملهم انا 3 سنتيمتر، يلي عملتهم هون 6 سنتيمتر بيطلعوا اكبر. بقى هيك بنكون عملنا الباتاشو، بنكون حشيناها بالكريم باتيسيير. اكيد فينا كمان طعم كريم باتيسيير، فينا نحط لها شوكولا، فينا نحط لها فريز، هيدي بترجعنا لنا يعني اكيد حيكونوا ولا اطيب من هيك. نحن معكي الحال هلا حندوقهم بس بعد ما نحطهم. شكرا لك شيف فريد، دايما بتقدم لنا انت وصفات شهيه، اكيد نحن نلتقي فيك في حلقات جديده ان شاء الله يا رب. شكرا لك مشاهدينا.